مشاهدينا اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج من القاهره تاتيكم عبر شاشه النيل للاخبار. اهلا بكم. مجلس النواب الامريكي يقر حزمه مساعدات غير مسبوقه لاسرائيل، وبعد منحه المساعدات نتنياهو ينتقد واشنطن لعزمها فرض عقوبات على وحدات في جيش الاحتلال الاسرائيلي بسبب انتهاكات في الضفه الغربيه. وزير الخارجية سامح شكري يحذر من أن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة يهدد بتوسيع دائرة العنف ويضرب استقرار المنطقة، ويطالب خلال استقباله مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي والاستيطان بالأراضي المحتلة. أجواء من الغليان والغضب تخيم على مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، وعبوة ناسفة تنفجر في مستوطن إسرائيلي حاول إزالة العلم الفلسطيني قرب رام الله فيما عرف بكمين العلم. في سباق الرئاسة الأمريكية، الرئيس الديمقراطي جو بايدن يتفوق على الرئيس السابق دونالد ترامب في جمع التبرعات، واستطلاعات الرأي تظهر وجود تقارب كبير بين المرشحين في نسب التأييد. أهلا بكم. نبدأ جولتنا من القاهرة، حيث شدد سامح شكري وزير الخارجية على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وسياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون. جاء ذلك خلال محادثات أجراها شكري مع مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز. وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة إلى قطاع غزة، فضلا عن وقف عنف المستوطنين المتزايد تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. من جانبها أعربت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن أسفها لمنعها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من زيارة قطاع غزة والأراضي المحتلة في الضفة الغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد أن إسرائيل تسعى لكتم الأصوات التي تتحدث باستقلالية حول المجزرة في غزة، مشددا على أنه لا يمكن تحت أي معيار اعتبار الجرائم الإسرائيلية محصلة أخطاء أو خسائر جانبية للعمل العسكري، فهي جرائم متعمدة. جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتورة فرانشيسكا ألبانيز لمناقشة الوضع الإنساني في غزة في ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على السكان المدنيين منذ شهور. وحول جهود مصر في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومرور المصابين الفلسطينيين، تواصلت هذه الجهود اليوم حيث دخل عبر ميناء رفح البري 31 مصابا و49 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية. وصرح مصدر مسؤول بأنه تم إدخال 258 شاحنة مساعدات غذائية وإغاثية متنوعة إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، من بينها 250 شاحنة مساعدات عبر معبري كرم أبو سالم وثمانية شاحنات وقود عبر معبري رفح. اليوم أيضا توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيادة الضغط العسكري على حركة حماس لتكثيف محاولات الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة. وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيوجه ضربات خلال الأيام المقبلة من شأنها أن تزيد الضغط العسكري والسياسي على حركة حماس. يأتي هذا بينما يسود الترقب الموقف الميداني في قطاع غزة لبدء الاجتياح الإسرائيلي العسكري في مدينة رفح التي لجأ إليها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.
مخيم نور شمس بطول كرم في الضفة الغربية الذي شهد عدوانا إسرائيليا استمر لثلاثة أيام أسفر عن سقوط 14 شهيدا على الأقل بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. اليوم انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم، وأعلنت حركة فتح إضرابا شاملا اليوم حدادا على شهداء طول كرم وغزة، مؤكدة أن الإضراب جاء ردا على عجز المجتمع الدولي عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. بالتزامن مع تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمختلف المحافظات، واصل المستوطنون هجماتهم الإرهابية على بلدات وقرى الضفة الغربية في حماية قوات الاحتلال. من ناحية أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على شابين فلسطينيين زاعما أنهما حاولا تنفيذ عملية طعن وإطلاق نار قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك فيما نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية وعمد على تفتيش سيارات الفلسطينيين، وقامت قوات الاحتلال بعمليات تفتيش ومداهمة عشرات المنازل في بيت عينون وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية. تزامنا، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس بطول كرم في الضفة الغربية بعد عدوان استمر ثلاثة أيام مخلفين وراءهم دمارا هائلا. من جانبها، أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية عن استشهاد أكثر من 14 فلسطينيا خلال مداهمة القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في حين استشهد سائق سيارة إسعاف وهو في طريقه لإجلاء جرحى أصيبوا خلال هجوم مفصل شنه مستوطنون يهود. وأضافت الصحة الفلسطينية إن من بين الشهداء خلال المداهمة فتى يبلغ من العمر 16 عاما، ويعد هذا هو أكبر عدد من الشهداء تشهده الضفة الغربية منذ شهور. كانت القوات الإسرائيلية قد بدأت مداهمة موسعة في وقت سابق في منطقة نور شمس بالقرب من مدينة طول كرم الفلسطينية، كما احتشدت مركبات عسكرية إسرائيلية وسمع دوي إطلاق نار، بينما شوهدت ثلاث طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق نور شمس. في سياق متصل، يعم الضفة الغربية إضراب شامل حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس شرقية القرم. وينضم إلينا من رام الله دكتور أشرف عكا خبير العلاقات الدولية. دكتور أشرف، أود التوقف عند لقطة كمين العلم التي حدثت اليوم، وهي مواجهة تكتيكية من المقاومة الفلسطينية أسفرت عن أن تأتي أو تصبح الضفة الغربية في بؤرة الأحداث مرة أخرى. هل نعتبر هذا انتقال للصراع والمواجهة الصريحة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية إلى الضفة الغربية؟ نعم، أعتقد ذلك. هناك استراتيجية مقاومة فلسطينية تأخذ طريقها نحو عمليات نوعية تكتيكية منظمة، بدل أن كانت عمليات فردية وعمليات تعتبر ردة فعل على بعض المواقف وعلى بعض الاجتياحات وبعض الاستشهاد يعني للمواطنين في بعض المناطق. اليوم تأخذ مساحة أولا ممتدة في كل أرجاء الضفة الغربية، عمليات نوعية، عمليات فيها بعد عسكري تخطيطي، عملية منظمة يتم تصويرها والإعلان عنها وتبنيها من كتائب القسام أو من كتائب شهداء الأقصى أو من سرايا القدس. إذا نحن أمام استراتيجية مقاومة جدية تأخذ طريقها نحو الاشتباك الواسع المباشر في الاحتلال. وأعتقد خلال يعني الأشهر الشهرين الماضيين بدأ في هناك تطور في طبيعة استهداف المقاومة للمستوطنين من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى بالعبوات والكمائن، وهذا ليس الحدث الأول، ولكن يبدو أن المقاومة أخذت يعني قرارا استراتيجيا واضحا في جعل الضفة الغربية مكانا للمواجهة المباشرة. نعم. هل هذا من شأنه أن يشتت يعني العدوان الإسرائيلي وقوة الجيش الإسرائيلي، أم يجعله أكثر عنفا برأيك أن تكون هناك مواجهات في غزة وفي الضفة من المقاومة من حركة حماس؟
هو سيتشتت وسيكون في حالة من الإرباك والإنهاك على حد سواء. أضف أن عملية يعني الإجرام والتوحش والقتل هي مستمرة والمواجهة مستمرة يعني، والعدوان الإسرائيلي يتواصل في كل لحظة وفي كل دقيقة في كل قرية وفي كل مخيم. هناك عمليات استفزاز كبرى تقوم بها يعني يقوم بها المستوطنين، هذه الكتيبة الساحة يهودا عارف شو اسمها، بعرفش احكيهم هذول يعني بالعكسر يعني، ولكن حقيقة هذه كتيبة من الحرديم المتطرفين الذين يتم إنشائهم في المدارس الدينية ووفق عقيدة يعني لها علاقة في قتل كل ما هو فلسطيني في الضفة الغربية. إذا نحن أمام مرحلة من المواجهة الجدية، الجيش الإسرائيلي سيكون منهك رغم أنه يعني يعتمد على هؤلاء المستوطنين، على هذه الكتيبة بالتحديد، وعلى يعني عشرات الآلاف من المستوطنين المسلحين في تأمين يعني الضفة الغربية ومساعدة الجيش الإسرائيلي، ولكن في كل مرة يقتحم هؤلاء المستوطنين القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية نلاحظ أنهم يدخلوا بحماية الجيش الإسرائيلي لأنهم يتعرضوا إلى مواجهة مباشرة من المواطنين ولا قبل لهم بها. إذن هم شبناء ويخشوا تلك المواجهة، ولكن دائما يتم بحماية ورعاية وإسناد الجيش الإسرائيلي لهم في تلك الاقتحامات وأثناء المواجهة. كيف تفسر هذه الخطوة، فكرة تسليح المستوطنين الإسرائيليين وخلق وحدة مدعومة من الجيش الإسرائيلي تدخل لمهاجمة الفلسطينيين بحماية الجيش الإسرائيلي؟ هل هي يعني أن الجيش الإسرائيلي بدأت قواه تضعف وبالتالي أصبح يبحث عن مساعدة أو مؤازرة من المستوطنين، أم زيادة في الضغط على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية؟ يعني هؤلاء لهم يعني طيل الفترة الماضية كانوا منفلتين على هامش الحياة السياسية والعسكرية في إسرائيل، ولكن يعني في التطورات يعني النظام السياسي الإسرائيلي ووجود سموتريتش وبنغفير كممثلين لهؤلاء بدأ يأخذ الموضوع بعد آخر، وأصبح لهم شرعنة وموازنات وحماية قانونية وسياسية وغطاء لتصرفاتهم. صحيح أن الجيش الإسرائيلي في ظل يعني التحديات والحرب في قطاع غزة وفشله هناك والجبهة المفتوحة في جنوب لبنان وغيرها، نعم يعتمد على هؤلاء لأنه لا يستطيع ولا قبل له لمواجهة يعني انتفاضة عارمة أو مواجهات ممتدة متسعة في الضفة الغربية. نعم. لهذا وبعد الانتفاضة الثانية خاصة أن الجيش الإسرائيلي أنهك هذه المستوطنات والمستوطنين فرغت من المستوطنين وهربوا من تلك المناطق، ويبدو حاول أن ينشئ استيطان عسكري بهذا الاتجاه، ولهذا نلاحظ أن المدارس الدينية التي تقوم يعني بتعزيز هؤلاء وتربيتهم وأدلجتهم هي من تجعل من هذه الكتيبة على سبيل المثال ملاذا آمنا لكل الإرهابيين والمتطرفين والحاردين وغيرهم، حتى من يعني الجنود الإسرائيليين لا. الذين لا يقبلوا في الوحدات الإسرائيلية يتم وضعهم في هذه الوحدة من أجل نعم إسناد الجيش الإسرائيلي الذي لا يستطيع الإبقاء على حالة الاستنفار الأمني بهذه الطريقة إذا ما اتسعت وتطورت الأحداث. وخلال الشهرين الماضيين نلاحظ امتداد واتساع وعمليات نوعية تستهدف الجيش والمستوطنين. طيب. من جهة كيف تقرأ أخيرا إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية أن هذه الوحدات أو الكتائب سوف تتعرض لعقوبات رغم أنها لا تقوم بشيء مختلف عما تقوم به القوات الإسرائيلية؟ طبعا هذا التلويح قوبل برفض وهجوم كبير من الجماعات المتطرفة اليهودية، لكن في النهاية كان إعلانا أمريكيا، كيف تقرأه؟ شوف، أعتقد أن الولايات المتحدة تحاولت إيصال رسالة سياسية ما أنها لا تستطيع تحمل هذه الجرائم وأن إسرائيل تقف عقبة أمام الرؤية الأمريكية في المنطقة، ولكن حقيقة الأمر تستطيع إسرائيل الالتفاف على هذه الإجراءات وتستطيع حماية هؤلاء المستوطنين. ولاحظنا كيف أن الإجماع الإسرائيلي من المعارضة من بني جانس من رئيس الوزراء وغيرهم تحدثوا مع الأمريكان بهذا الاتجاه حول أن هذا الإجراء يعني غير مقبول ولا يمكن فهمه،
ولكن يعني بغض النظر هو إجراء يعني وموقف رمزي لا يؤثر بالضرورة على أرض الواقع، وإذا تستطيع هؤلاء المستوطنين وكتائب الجيش الإسرائيلي الالتفاف ولن يكون له أي دلالة أو أي واقع يؤثر بالضرورة على سلوكهم وتصرفهم. نعم دكتور أشرف عكا خبير العلاقات الدولية كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. في غضون ذلك ارتفع عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 22 شهيدا بينهم 18 طفلا، وبلغت حصيلة الضحايا في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي 34,097 شهيدا و 76,980 مصابا منذ 7 أكتوبر بحسب وزارة الصحة في غزة. لا تزال التطورات في قطاع غزة على صفيح ساخن، ففي اليوم 98 بعد 100 من العدوان الإسرائيلي على القطاع سقط عشرات الفلسطينيين بين شهيد وجريح جراء غارات نفذتها الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية استهدفت العديد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وزارة الصحة في غزة أعلنت أن 8 أشخاص بينهم 5 أطفال وامرأتان استشهدوا في غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح، واستشهد 5 آخرون بينهم 4 أطفال في قصف استهدف منزلا في شارع جورج شرق رفح، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 34,000 غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى أكثر من 76,000 فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. كما أوضحت مصادر طبية أن رجلا وطفله وزوجته الحامل استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة جودة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال في قصف طيران الاحتلال لمنزلهم في المخيم. في الوقت نفسه أعلن الدفاع المدني أنه انتشل جثث 50 شهيدا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس. ومع تواصل التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح بريا يسعى الذين نزحوا إليها من قبل فرارا من آلة الحرب الإسرائيلية إلى الرحيل عنها، فمدينة رفح تستضيف حاليا أكثر من نصف إجمالي سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، ونزحت الغالبية العظمى منهم بسبب القتال في شمال القطاع. المنظومة الصحية بقطاع غزة في وضع خطير للغاية، هذا ما أكده المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني موضحا أن جميع المستشفيات في شمال القطاع خرجت بالكامل من الخدمة ولم يتبقى منها غير مستشفى كمال عدوان والمعمداني. وبحسب الأمم المتحدة فإن مواصلة إسرائيل لأعمالها العدائية في غزة يعيق تدفق المساعدات الإغاثية لسكان القطاع وتمثل مخاطر كبيرة على العاملين في المجال الإنساني، كما أن نفايات الصلبة المتراكمة في أنحاء قطاع غزة وصلت إلى 270,000 طن، ما يتسبب في كارثة بيئية وصحية عامة. جحيم إنساني، وصف أطلقه صندوق الأمم المتحدة في فلسطين على الوضع في قطاع غزة بعد 6.5 أشهر من الهجمات الشرسة على شمال ووسط وجنوب القطاع. الأعمال العدوانية المتواصلة والطرق المدمرة والقذائف غير المنفجرة في مختلف ربوع القطاع هي الأخرى تمثل مخاطر كبيرة على العاملين في المجال الإنساني. تلك التحديات الخطيرة تعيق تدفق الإمدادات الإغاثية إلى القطاع المكلوم، بالإضافة إلى القيود على إمدادات الوقود والتأخير وانعدام الأمن عند نقاط التفتيش على الطريق الساحلي، وكذلك القيود على أجهزة الاتصالات والعدد غير الكافي من السائقين والشاحنات. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة نقلت 15 شاحنة إلى غزة من بين 30 اشترتها لتعزيز توصيل المساعدات الإنسانية بالقطاع وزيادة أسطول الشاحنات الذي أصبح محدودا للغاية، إلا أن سكان القطاع لا يزالون يعانون من فقر الإمدادات التي لا تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية.
في الوقت ذاته تشهد المنظومة الصحية بشمال قطاع غزة انهيارا تاما، علاوة على ارتفاع معدل الوفيات بسبب عدم توافر الكوادر الطبية المتخصصة والأدوية والمعدات الطبية اللازمة لإغاثة المصابين، في ظل خروج مستشفيات الشمال بالكامل عن الخدمة ولم يتبقى سوى مستشفى كمال عدوان والمعمداني. خراب ودمار في مختلف أنحاء قطاع غزة، آلة الحرب الإسرائيلية لا تبقي ولا تذر، لم يسلم منها إنسان ولا حجر، ليتجرع أبناء الشعب الفلسطيني المثابر مرارة عدوان غاشم أودى بحياة الآلاف من النساء والأطفال، لم يتمنوا سوى العيش بكرامة، لكن الاحتلال الإسرائيلي قتلهم بدم بارد. نددت حركة حماس الفلسطينية بموافقة مجلس النواب الأمريكي على مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بمليارات الدولارات، معظمها لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وقالت حماس في بيان لها إن هذا الدعم الذي ينتهك القانون الدولي هو ترخيص وضوء أخضر للحكومة الإسرائيلية الصهيونية المتطرفة لمواصلة عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني. في خطوة كانت مرتقبة إلى حد بعيد وتحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح خطة مساعدة واسعة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك على الرغم من اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين. وصوت النواب على الحزمة الضخمة البالغ قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار التي يطالب بها الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أشهر، وتشمل حزمة المساعدات لكييف مبلغ 61 مليار دولار لدعمها في التصدي للعمليات العسكرية الروسية. أما فيما يتعلق بإسرائيل فقد تم تخصيص 26 مليار لتعزيز نظام الدفاعات الجوية الإسرائيلية المعروف بالقبة الحديدية. كما صوت النواب على نص يهدف إلى مواجهة الصين على الصعيد العسكري عبر الاستثمار في الغواصات وتقديم مساعدة إلى تايوان. الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا مجلس الشيوخ للمصادقة على حزمة المساعدات التي أقرها مجلس النواب في أسرع وقت، قائلا إنها توجه رسالة واضحة بشأن قوة القيادة الأمريكية حول العالم. سارع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الترحيب بالخطوة التي قال إنها ستنقذ آلاف الأرواح، فيما اعتبر الكرملين أن المساعدات ستقتل مزيدا من الأوكرانيين بسبب نظام كييف. بدوره اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المساعدة العسكرية لإسرائيل هي بمثابة دفاع عن الحضارة الغربية، في حين حذرت الخارجية الروسية من تصعيد غير مسبوق للتوترات في الشرق الأوسط. كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن ما أقره مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدة عسكرية إلى إسرائيل يمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني، مضيفة أن الأموال هي أرقام ستترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وصفة ذلك بأنه تصعيد خطير. جدير بالذكر أنه بموافقة المجلس ينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية الذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين، ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون يوم الثلاثاء على أن يتم الإقرار النهائي خلال الأيام التالية، تمهيدا لعرضه على بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا. في سياق ذي صلة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعمل بكل الوسائل ضد أي عقوبات محتملة تستهدف جنودا إسرائيليين. تصريحات نتنياهو جاءت ردا على تقارير تفيد بإمكانية فرض واشنطن عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي على خلفية انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. سأعمل بكل قوة للدفاع عن قوات الدفاع الإسرائيلية، جيشنا ومقاتليه. إذا اعتقد أي شخص أنه في مقدوره فرض عقوبات على وحدة في جيش الدفاع فسوف أقاتل بكل ما أوتيت من قوة. بما أن جنودنا متحدون لحمايتنا في ميدان المعركة، لذا فإننا أيضا متحدون لحمايتهم في ميدان السياسة. معا سنقاتل ومعا سوف ننتصر.
أعلنت المجموعة السياسية لدونالد ترامب المرشح للرئاسة في الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي السابق أنها أنفقت 3.6 مليون دولار ببند أتعاب المحامين في شهر مارس، مما قلل من تمويل الحملة الانتخابية في وقت يتراجع فيه ترامب أصلا أمام منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في جمع التبرعات للحملة. ويخوض الجمهوري ترامب 4 محاكمات جنائية، منها واحدة تبدأ هذا الأسبوع، بينما يخوض أيضا حملة انتخابية مكلفة لمنافسه بايدن في انتخابات رئاسية تجري في 5 نوفمبر المقبل. ينضم إلينا من ولاية كنتاكي دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية. دكتور إحسان، هل فكرة جمع التبرعات وحجم هذه التبرعات مؤشر حقيقي للمنافسة على منصب الرئاسة الأمريكية؟ طبعا، يعني يحتاجوا إلى جمع كمية كبيرة من المال، ملايين دولارات، يعني ليس موضوع بسيط. يعني أنا أذكر الانتخابات السابقة كان في بايدن وكان في ترامب، وكان هناك شخصين آخرين داخلين بالانتخابات. لما ذهبت للانتخاب لم أسمع بهم، لم أعرف أنهم مرشحين. لماذا؟ لأنهم لم يكن عندهم المال للدعاية. هناك 50 ولاية، سوق انتخابي كبير، الدعاية يحتاج إلى ملايين دولارات، المال مهم جدا. بايدن جمع كمية كبيرة من المال وترامب جمع كمية كبيرة من المال، لذلك الأحزاب الثالثة المرشحين الثلاثين يواجهون صعوبة، لأن المشكلة مالية أولا. نعم. وأخيرا، طيب برأيك لماذا لم يستطع ترامب حتى الآن جمع أموال يعني كافية لتوجيه حملته الانتخابية؟ هل هذا بسبب ما يتعرض له من محاكمات ومواجهات قانونية، أم هناك أسباب أخرى تتعلق بمواقفه السياسية؟ أعتقد السبب وجيه وكبير هو أن هناك متمولين كبار مزعوجين من ترامب، وهو يواجه قضايا قانونية ولا يريدون دعمه. يعني استمرت نيكي هيلي في الانتخابات لفترة طويلة لأنها وصل لها دعم كبير. هناك متمولين قالوا لن يدعموا ترامب، لكن هو ليس بحاجة إلى كمية المال التي المرشح التقليدي يحتاج لها، لأنه هو الإعلام يعطيه دعاية كل الوقت. كل هذه القضايا القانونية، كل هذه المحاكمات هي دعاية مجانية له. والمجتمع الأمريكي منقسم بين الديمقراطي وجمهور. الجمهور سينتخب ترامب والديمقراطي سينتخب بايدن في نهاية المطاف. أنت ذكرت أن مشاهد المحاكمات يمكن أن تكون دعاية مجانية له، كيف يمكن أن تكون دعاية؟ أليست مشهدا سلبيا بالنسبة للناخب الأمريكي أن يتعرض الرئيس المقبل أو الذي يرشح نفسه ليكون رئيسا مقبلا لمحاكمة ومواجهة قانونية؟ هو شوف المثل الأمريكي بيقول بعتول لمن بيعمل لمنيد. يعني هذا الرجل استطاع اللعب في بالإعلام الأمريكي بشكل استثنائي. المرة الأولى عندما قام بحركات يعني استثنائية، فالإعلام أعطاه تغطية مجانية، واليوم مرة ثانية الإعلام الأمريكي يعطي ترامب تغطية مجانية بشكل دائم. السؤال هو الناخب يريد أن يعرف ماذا يحصل، هذا المرشح ماذا يقول، وهو دائما في عين الإعلام، في وسط الإعلام، فهذا فيخدم الإعلام ترامب. وإضافة لذلك أنه تقليديا كما تفضلت، يعني فهمت سؤالك، أنه المرشح إذا كان عنده قضايا قانونية جنائية أكيد فضيحة نهاية المطاف له، ولكن ترامب هو ليس عادي، وضع استثنائي. إضافة لذلك الانطباع عند الجمهوريين أنه الديمقراطيين وكل هؤلاء المدعون العام وكل هؤلاء الناس الذين يلاحقون ترامب هم ديمقراطيون، هناك استخدام سياسي للقانون، لذلك هذا يعزز هذا الانتخاب ويساهم في تحفيز المرشح الناخب الجمهوري كي يستمر في دعم ترامب. لكن هذه المحاكمة ستستمر ما بين 6 إلى 8 أسابيع، يعني الوقت ربما حرج للغاية لأنها فترة جمع أصوات أو حصول الرئيس أو المرشح على تأييد من الناخبين، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على الناخب الأمريكي؟ وهل هناك أي استطلاعات مبدئية أولية ترصد تأثير هذه المحاكمة على شعبية ترامب حتى الآن؟
شوف المفارقة أن الاستطلاعات الرأي تظهر أن النتائج متفارقة هي في هامش الخطأ بين بايدن وترامب، يعني الأرقام متقاربة جدا جدا جدا، وهذا يعني إشارة سيئة للقابع في البيت الأبيض، لأنه تقليديا إذا كانت النتائج متقاربة يربح عادة الذي يريد المتحدي الطرف الآخر ليس الطابع في البيت الأبيض. فهناك إشارات خطر لبايدن. المجتمع الأمريكي منقسم، هناك جمهوريين لا ثقة لهم بالFBI، لا ثقة لهم بالحكومة الفيدرالية، لا ثقة لهم بوزارة العدل. لماذا؟ بسبب التعامل مع هيلاري كلينتون، تعامل مع هانتر بايدن، كان هناك كيد بميكيلين، والجمهور عنده هذا الانطباع ويعزز يوميا. يعني مثلا قضية نيويورك، يعني اسأل أي محامي بقولك هذه تهمة تافهة، فيلم مركبة، تهمة مركبة، تصوري 34 تهمة جنايات، يعني مش إنه جنح، جنايات لموضوع يعني ثانوي، ليس هناك ضحية، يعني والموضوع قديم يعني من كم سنة، والمدعي العام ديمقراطي والمدينة الديمقراطية والأغلبية المرحلة فيه الديمقراطيين، يعني مهزلة للأسف. يعني صارت البلد هاي الديمقراطيين في حربهم على ترامب جعل البلد مهزمة، يعني صارت عدم احترام لحكم القانون. نعم. وهذه يعني ضعف للنظام، ضربة للنظام، يعني هذا رجل ربما يعني عندهم أسباب يكرهوه، ولكن لا داعي لتغيير النظام والأعراف بس لسبب رجل واحد فقط. نعم. طيب يعني برصدك لعملية الحشد للانتخابات المقبلة، هل تستخدم حملة بايدن فكرة تعرض ترامب للمساءلات القانونية ومواجهته بهذا الكم من القضايا، من بينها قضايا إساءة استخدام معلومات سرية ومحاولة إلغاء خسارته في انتخابات 2020، يعني قضية شديدة الارتباط بالانتخابات بشكل عام، هل تستخدم حملة بايدن هذه الورقة في الوقت الحالي؟ حملة بايدن لم تركز على موضوع القضايا الجنائية والقضايا القانونية، هي ركزت على موضوع أنه خاطر الديمقراطية، يحاولون تصوير موضوع أنه ترامب هو خاطر على الديمقراطية في أمريكا. هذه هي يعني المحور الحملة على ترامب. هم يقولوا أنه يعني بايدن ربما عندكم مآخذ، ولكن الفرق بين بايدن وترامب انه ترامب يهدد الديمقراطيه. وان هو قال كلام يعني ترامب في خارج سياقه، يعني اخذوا في خارج السياق لتضخيم الموضوع، وانه ولا ترامب يعني معارض للديمقراطيه. فالمحور الاساسي للحزب الديمقراطي في حملته انه بايدن رغم كل المآخذ عليه يبقى افضل من ترامب، لان ترامب تهديد للديمقراطيه. هذا هو هذه الحمله، يعني اساس الحمله. نعم. بالنسبة للناخب الأمريكي، ما هي نقاط قوة ترامب وما هي نقاط قوة بايدن برأيك؟ يعني من أي المطار شوف الخيار يبقى بالنسبة للناخب الأمريكي، الأغلبية لم يكن لا يريدوا ترامب ولا بايدن، ولكن مجتمع منقسم، يعني الديمقراطي حينتخب الديمقراطي والجمهور ينتخب الجمهور، لأنه ما عنده حل آخر. يعني إذا كان لم ينتخب، إذا كان يعني مفجوع بالمرشح يبقى بالبيت ولا ينتخب، يعني نقول لن أنتخب لا هذا ولا ذلك. ولكن الحملة الانتخابية اليوم هي على المستقلين، هي نسبة ربما 10% من سكان أمريكا يعني فعلا مستقلين، وهؤلاء هم الذين الحملة الانتخابية تذهب لهم. يعني والذي الموقف القوي لترامب هو موقف موضوع الحدود، هناك استياء أمريكي عند الشعب الأمريكي موضوع الحدود المفتوحة عمليا، استياء من التضخم، فهذه عوامل تضر ببايدن. وسجل ترامب الوضع الاقتصادي كان أفضل، وضع الحدود كان أفضل، لذلك يعني السؤال هو ماذا تريد الفئة المستقلة من الناخبين. نعم. والفئة المستقلة من الناخبين تقول أن الهجرة والتضخم مهمين لها. نعم. دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية من ولاية كنتاكي، شكرا جزيلا لك. وافقت الولايات المتحدة على سحب قواتها البالغ قوامها أكثر من 1000 جندي من النيجر، وذلك بعد أن رحلت فرنسا عنها منذ أشهر، وبعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 من يوليو. وطالب نظام النيجر الجديد بسرعة رحيل قوات فرنسا، وغادر آخر الجنود الفرنسيين في نهاية ديسمبر ومارس، كما انسحبت النيجر من اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012، معتبرة أن واشنطن فرضتها أحاديا، وأن الوجود الأمريكي في نيامي بات غير شرعي.
ينضم إلينا من النيجر من نيامي الكاتب الصحفي محمد سيدي عبر الهاتف. سيد محمد، هذه الخطوة برحيل فرنسا ثم تليها أو يليها رحيل الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تقرأ هذا الرحيل وما هو تأثيره على المنطقة بشكل عام؟ أولا أشكرك على حسن الاستضافة أختي منى. حقيقة هذا القرار قرار حاسم للغاية، وقرار يعني رحب به من قبل الشعب النيجري، وكانت هناك مظاهرات سلمية حاشدة في جميع الأقاليم والمحافظات النيجرية دعما لهذا القرار الذي اتخذه المجلس العسكري أو المجلس الوطني لحماية الوطن كما يطلق على نفسه. هذا القرار مهم للغاية بالنسبة للشعب النيجري الذي يريد الاستقلالية الذاتية، والذي يريد طرد هذه القوات الأجنبية. كما ذكرت كانت فرنسا هي المطلب الأول، والآن تليها الولايات المتحدة الأمريكية. حسب رأيي لن يكون له تأثير كبير للغاية على النيجر وعلى المناطق الأخرى، لأن الولايات المتحدة لديها قاعدة أمريكية جوية لغصب الجوي في مدينة أغاديس الذي تبعد عن العاصمة نيامي حوالي 1000 كيلومتر، وهذه القاعدة تعمل على رصد بعض الدول المجاورة ورصد العمليات الإرهابية كما هي تقول، لكن ليس هناك أي يعني إيجابيات حول العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة في هذه السنوات منذ عام 2012. إلى حد الساعة ليس هناك تحقيقات يعني إيجابية للجانب الأمريكي على العمل الذي يقوم به في النيجر. لم نشاهد أي عمل إيجابي قامت به الولايات المتحدة في طرد الإرهاب أو في محاربة الإرهاب وهذه الأمور التي تسميها. حسب رأيي هذه الخطوة خطوة إيجابية، والشعب النيجري نجح في هذا الأمر، والسلطة العسكرية نجحت كذلك في الضغط على الولايات المتحدة التي قبلت بالمغادرة، مغادرة الأراضي النيجرية. ولم يكن هناك جديد بخصوص هذا الأمر، لأن الجيش النيجر الآن حسب ما يقول أنه قادر على محاربة التطرف ومحاربة الإرهاب. طيب هناك بعض هناك بعض التقديرات تقول أن خروج الجيش الأمريكي وخروج أيضا القوات الفرنسية ربما يأتي بالسلب على الهدوء أو السلام الموجود في النيجر من ناحية العمليات الإرهابية وعمل بعض التنظيمات الإرهابية مثل داعش مثلا والقاعدة، أن هذا خلو النيجر من هذه القوات سيسمح للحركات الإرهابية بالتحرك أكثر، إلى أي مدى تتفق مع هذا التحليل؟ يا أختي العزيزة، إلى حد الساعة النيجر منذ دخول الإرهاب في النيجر عام 2012 إلى حد الساعة ليس هناك أي شبر من أراضي النيجر تحت سيطرة الإرهابيين. إذن الجيش النيجري قادر على محاربة الإرهاب ومحاربة التطرف، وقادر على تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع النيجر. إذن هذه القوات الأجنبية التي غادرت فرنسا وستليها بطبيعة الحال أمريكا لن يكون له تأثير على الأرض، لأن جيش النيجر كما يقول وكما تقول السلطة الحالية قادر على بسط الأمن وقادر على طرد الإرهابيين من أراضي النيجر. إذن خروج أمريكا وخروج فرنسا قبلها لن يكون له أي تأثير، لأن هذه القوات الفرنسية والأمريكية متواجدة في النيجر من أجل مصالحها الخاصة، وليس ممكن محاربة الفساد أو عفوا محاربة الإرهاب. نعم. طيب يعني بعد رحيل القوات الفرنسية أيضا رأينا تعزيزا للعلاقات مع روسيا في يناير الماضي، النظام الدفاعي. هل هناك دلالات معينة تراها لهذا التعاون مع روسيا، بمعنى أن بسبب هذا التعاون كان هناك إصرار على خروج فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من النيجر؟ مما لا يخفى على الجميع أختي العزيزة، منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو 2023 هناك تقارب إلى حد ما كبير للغاية بين نيامي وبين موسكو، وبطبيعة الحال كل من رأى مالي وبوركينافاسو يعرف بأن لديهم علاقة طيبة مع روسيا، وبطبيعة الحال النيجر عقدت عدة اتفاقيات عسكرية مع موسكو وفي التعاون بينهما، ووصل حوالي 100 جندي روسي وصلوا العاصمة نيامي،
مع آليات عسكرية متطورة للغاية. إذا نستطيع أن نقول بأن خروج الولايات المتحدة الأمريكية ممكن روسيا يكون لها يعني توسع كبير في النيجر وفي الدول المجاورة. نعم، شكرا لك من نيامي بالنيجر الكاتب الصحفي محمد سيدي. عودة مرة أخرى إلى القاهرة، وتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لتحرير سيناء، شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة. وأكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات متلاحقة لتطوير نظم التدريب والتسليح بكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات لدعم قدراتها القتالية. تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لتحرير سيناء، شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة التي تم انضمامها على التشكيلات التعبوية وإدارة المدفعية بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها لكافة الأنشطة والمهام التي تنفذها كافة الوحدات والتشكيلات بنطاق المنطقة المركزية وصولا لأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي للدفاع عن أمن الوطن واستقراره. وقام القائد العام بالمرور على القوات المصطفى والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية لكافة العناصر، وناقش عددا من القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، مشيدا بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة. وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للعناصر المصطفى واعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة لحماية الوطن وصون مقدرات ومقدسات الشعب المصري. وأكد أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات متلاحقة لتطوير نظم التدريب والتسليح بكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات لدعم قدرتها القتالية وفقا لأسس علمية دقيقة تمكنها من مجابهة التحديات التي قد تستهدف أمن مصر القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وأشار للدور التاريخي لعناصر المدفعية التي سطرت على مدار تاريخها أروع ملاحم البطولة والتضحية في تاريخ العسكرية المصرية، وطالبهم بالاستمرار في الاهتمام بالتدريب القتالي تحت مختلف الظروف لتظل المدفعية قوة النيران الرئيسية التي تعمل ضمن منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم التعاون مع دولة جنوب السودان عبر تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، إلى جانب الحرص على دعم جهود الشركات المصرية للبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة جهود تفعيل التعاون بين مصر وجنوب السودان بحضور وزير الخارجية سامح شكري والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حيث تم استعراض جهود تنفيذ المشروعات التي يجري إنشاؤها في جنوب السودان، وكذلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات التي يجري الاستعداد للتوقيع عليها، بالإضافة إلى مسار التعاون في مجال المياه وافتتاح عدد من المشروعات التنموية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر على بعض المواقع مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم اختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي بالمنيل. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاختفاء السرير المذكور وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن السرير موجود بالفعل بالمتحف وهو يخص أمينة هانم إلهامي والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق منشئ المتحف، ويعد من أهم التحف الفنية التي لا تقدر بثمن. وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ويهدف مشروع القانون إلى ضم جميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون موحد ليصبح لدى سوق التأمين المصري ولأول مرة قانون شامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر. بهدف وضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، جاءت مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. مشروع القانون الذي انتظم في 217 مادة بخلاف 5 مواد هي مواد الإصدار، يهدف كذلك إلى ضم جميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون الموحد. يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، وبما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تلقى اهتماما كبيرا من الحكومة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وكذا إنشاء وحدة تنمية مستدامة داخل الهيئة. كما يهدف مشروع القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجبارية على مركبات النقل السريع من خلال توفير آليات حماية للمتضررين من حوادث النقل السريع، هذا إلى جانب مواكبة ما طرأ من تغيير على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري وما لاحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي. كذلك يهدف مشروع هذا القانون إلى التوجه نحو استراتيجية الشمول التأميني ليضم جميع المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار والكوارث الطبيعية كالزلازل والسيول والفيضانات والأمطار الغزيرة. المجلس وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وناقش عددا من مواده، وأرجى استكمال النقاش حوله لجلسة لاحقة. تطبيق استراتيجية الشمول التأميني لتشمل جميع المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية أحد أهم الأسباب التي دعت الحكومة للتقدم من مشروع قانون لإصدار قانون التأمين الموحد، الأمر الذي يعمل كذلك على معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري وتحقيق أكبر قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين في مصر. من مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة، محمود إسماعيل، النيل للأخبار. انتهت ساعتنا الأولى، ونستكمل معكم برنامج من القاهرة بعد موجز أخبار الساعة، والزميلة أمل نعمان، تفضل يا أمل. أشكر.